كشفت الكاتبة دينا شرف الدين زوجة الفنان أحمد عبد العزيز عن تفاصيل تعرضها للابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعد سرقة الإيميل الخاص بها. وقالت لبوابة الأهرام: بحكم إني شخصية عامة أقبل الإضافات والمتابعات من كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا لو كان بيننا أصدقاء مشتركون أو تمتلك الصفحة عددا كبيرا من المتابعين. ومنذ قرابة العام تقريبا تلقيت طلب إضافة من أحد الأشخاص كانت بياناته على الصفحة تؤكد أنه طبيب تجميل، ولم أدرك أن هذا الطبيب المزيف سيكون صاحب أول سابقة أتعرض لها في تشويه صورتي أو صورة زوجي. واستطردت دينا شرف الدين قائلة: منذ 10 أيام تلقيت رسالة عبر تطبيق الماسنجر من الطبيب المزيف تحوي لينك ويطلب مني عمل لايك لصفحة المستشفى الجديد الخاص به، وبحسن النية مني، ولأنني لم أكن أتوقع أن أصبح في يوم من الأيام أحد ضحايا الابتزاز الإلكتروني، ولعدم رغبتي في إحراجه قمت بالضغط على اللينك وإدخال الإيميل الخاص بي، ولكني فوجئت أن الصفحة لم تظهر، فاعتقدت أنه خطأ من الإنترنت وأن تحميل الصفحة لم يكتمل، وتجاوزت الأمر بلا أدنى شك في الرسالة أو راسلها، لتأتيني الصدمة بعدها ببضعة أيام وأستيقظ من نومي على الأمر الجلل الذي لم أتوقعه يوما، وكمية كبيرة من الرسائل من الأدمن المسؤول عن صفحة زوجي الفنان أحمد عبد العزيز يستفسر عن منشور غريب عبر الصفحة العامة لزوجي. وأضاف: فوجئت بأن هناك منشورا على الصفحة العامة الخاصة بزوجي الفنان أحمد عبد العزيز، فحواها مناشدة لكل المتابعين على الصفحة بعمل لايك ومتابعة لصفحة أخرى تحمل اسم زوجي، وترك الصفحة الأساسية وموضوع بالمنشور لينك الصفحة الجديدة المزيفة مكتوب عليها تعليق فضلا وليس أمرا، عمل متابعة لصفحتي الجديدة، مؤكدة أن هذا الأسلوب في الحديث لا يمت لنا بصلة. وكانت الطامة الكبرى أن الإيميل الذي قام بالنشر هو الإيميل الخاص بي. على الفور قمت بحذف المنشور وتواصلت مع أدمن الصفحة وأبلغته بأنني لم أنشر أي شيء، وأنه من الواضح أنه تمت سرقة الإيميل الخاص بي، وفطنت لما حدث بيني وبين الطبيب المزيف، وقمت بتغيير الباسورد ونشرت عبر صفحتي الشخصية تحذيرا لكل المتابعين على صفحتي وأصدقائي، ولكن هذا الشخص قام بحذف التحذير. حتى استعنت بأحد المتخصصين بالسوشيال ميديا وقمت بتغيير الإيميل والباسورد تماما. وأردفت: فوجئت بعد ذلك برسائل تهديد وابتزاز من الطبيب المزيف، وعلى الفور قمت بتحرير بلاغ في مباحث الإنترنت واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر، موجهة نصيحة لكافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بألا يقبلوا صداقات من الأغراب، أن السوشيال ميديا لها مساوئ تكاد تصل لخراب البيوت، وأن نكتفي بأصدقاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين نعرفهم بشكل شخصي فقط. وأوضحت أن موقف الفنان أحمد عبد العزيز عندما علم بالأمر كان أهدأ من تعاملها مع الأمر، وقام بتهدئة روعها واستمع لها حتى قصت عليه ما حدث، مشيرة إلى أنها رأت حب الناس لها من خلال تفاعلهم مع منشورها الذي كشفت خلاله تعرض صفحتها للسرقة، ودعمهم لها واستعدادهم لفعل أي شيء دفاعا عنها. دي صورة نادرة للفنان أحمد عبد العزيز وزوجته في شبابهم، وهنا بعد ما كبروا ربنا يديهم الصحة، ونشوف أسرار عنه وحكاية إنه باع بعض أساس شقته ليصرف على بيته أيام الثورة.
أحمد عبد العزيز مولود 14 يونيو 1954، ممثل مصري اشتهر بالأعمال التلفزيونية الدرامية واشتهر بأدواره المؤثرة في تاريخ الدراما المصرية. ولد أحمد عبد العزيز السيد بالإسكندرية في حي محرم بيه، حصل على بكالوريوس تجارة ثم حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وبدايته الفنية كانت من خلال المسرح الجامعي. وفي أحد الحوارات الصحفية قالوا له: ما هي هوايات أبنائك أميرة ومحمد ويوسف؟ أميرة في السنة الثالثة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وتحب كثيرا القراءة باللغة الإنجليزية. ومحمد ابني يدرس في الثانوية العامة ويهوي مشاهدة السينما الأمريكية كثيرا، وعندما أسأله عن أفلام معينة أجده متابعا بشكل كبير. ويوسف في الصف الرابع الابتدائي وهو متمرد ويهوي الشعر والرسم والسباحة والكرة والتنزه مع أصدقائه دائما. ودي صوره مع أبنائه، هنا مع زوجته وابنته أميرة، وهنا مع زوجته وابنه يوسف. ربنا يخليه ليهم ويخليهم ليه. وهنا مع زوجته دينا، صور جميلة. وهنا مع علي الحجار، بدأ أحمد عبد العزيز العمل في مسرح الطليعة عام 1976، ولمع في التلفزيون في المقام الأول في أعمال البيت الكبير والحب والطوفان ومين اللي ما يحبش فاطمة والأبطال والوسية والمال والبنون. مارس الإخراج المسرحي حيث أخرج ما يقرب من 20 مسرحية، منها مأساة الحلاج، وبدايته السينمائية كانت بالغة الأهمية مع الوداع يا بونابرت وعودة مواطن والطوق والأسورة. كشف الفنان المصري أحمد عبد العزيز عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا والتي جعلته ينظر للحياة بشكل آخر. أحمد عبد العزيز تحدث عن مرضه وقال: أحسست بآلام في صدري فاتصلت بالطبيب وتم نقلي للمستشفى وتأكدنا من وجود أحد الشرايين المسدودة، لذلك تم تركيب دعامة وحجزت بالمستشفى يومين لتركيبها وتماثلت للشفاء والحمد لله، وكان الأمر بسيطا بالنسبة لي. الفنان المصري أشار إلى أن الأطباء طلبوا منه ألا يقلق من المرض وإلا ساءت حالته، كما أنه يحمد الله لأن المرض الذي أصابه كان له علاج، حيث أنه يتخوف دائما من الإصابة بمرض لا علاج له، لافتا إلى أنه أصبح يمارس الرياضة ويحافظ على غذائه بعد أزمته الصحية. وإليكم حوار له مع أحد المجلات الفنية يكشف فيه أسباب تفكيره في الاعتزال وقيامه ببيع بعض أثاث شقته للصرف على بيته. هل قمت بالفعل ببيع بعض أثاث منزلك بسبب انقطاعك عن عملك الفني؟ بالفعل، خاصة أن السنوات الماضية أثناء ثورة يناير وما بعدها لم يكن لدي أي مزاج للعمل الفني، لذلك حتى أصرف على أسرتي قمت ببيع بعض أثاث منزلي في الإسكندرية ولم يضايقني ذلك أبدا. الجمهور فوجئ بوجود أسرتك لجانبك في العرض الخاص بفيلمك حديد، ما هو دورهم في حياتك الفنية؟ بصراحة لا أحب أن تظهر أسرتي معي كثيرا، وهم بعيدون تماما عن الإعلام والأضواء، لكن عندما أبلغتهم بأن هناك عرضا خاصا بالفيلم، خاصة أنني بعيد عن السينما منذ فترة طويلة، رحبوا كثيرا بالتواجد معي. ودي صورة ليهم في العرض الخاص بفيلم حديد، وصور تانية ليهم. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.